get drunk. السلام عليكم، مرحبا بإخوان متابعي قناة أحدث الترددات. إذن اليوم جينا لكم بتردد جديد قناة HD Action الجديدة على قمر الصناعي نايلسات، وهي قناة أفلام أجنبية جديدة ورائعة تبث أحدث وأجدد الأفلام الأجنبية الحصرية على شاشة التلفزيون الخاص بها بجودة عالية HD عالية الدقة والوضوح. تعرض أفلام طوال اليوم بدون توقف أو تشفير على مدار 24 ساعة، ويتابعها عدد كبير من المشاهدين لما تقدمه من أفلام حصرية وبجودة عالية. فالإخوة اليوم على قناتنا سوف نعرض لكم التردد الصحيح إن شاء الله على شاشة الفيديو لاستقبال إشارة قناة HD Action الجديدة على القمر الصناعي نايلسات. والآن مع الجدول التفصيلي في هذا الفيديو بمعلومات القناة لاستقبال أفضل إشارة بأعلى جودة ممكنة لمشاهدة رائعة على شاشة التلفزيون بجودة وضوح رائعة. فالإخوان اسم القناة على قائمة القنوات لجهاز الريسيرف هي HD Action TV. إليكم التفاصيل في الفيديو. إذا الإخوان كما كتشوفوا التردد هو 11137، القمر نايلسات، اسم القناة على قائمة القنوات هو HD Action. أما بالنسبة لمعدل الترميز هو 27500، ومعامل الترميز هو 5:6. إذا لإضافة التردد أول شيء تضغط على الميني الموجود عندك في الريكوموند، وبعد ذلك يطلع معك هذا الميني التابلو على حسب الريسر الموجود عندك. تدخل إلى الإعدادات، ثم تأتي إلى التركيب، 4 أصفار، كود هذا الخاص بي أنا، كل ريسيرفر الكود. ندخل إلى قائمة الترددات، وبعد ذلك نقوم لدينا هنا هذه التعليمات نتبعها للحصول على التردد. القمر، نختار القمر، هنا يمكنك اختيار القمر الذي تريده، وبعد اختيار القمر تقوم بإضافة اللون الأحمر. أنا عندي هنا تعليمات باللون الأحمر لإضافة التردد، أضغط على اللون الأحمر ويطلع لي هنا إضافة التردد. أقوم بإدخال هنا التردد ومعدل الترميز واستقطاب رأسي، ثم بعد ذلك أقوم بالضغط على البحث موافق، وهكذا سوف يتم البحث عن القنوات.